مش هسيبه، هجري وراه واجيبه. لا الحق الحق. هو ده ايه؟ هو انا جيت صح؟ هو ده ماضي ولا حاضر؟ ده ولا دي نهايه العالم؟ تعملوا ايه؟ قاعدين بنتفرج على فيلم، ما تيجي تقعد تتفرج معانا يا سجل؟ انتوا مين؟ وفيلم ايه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ ايه جلجل، انت مكسوف من رؤية؟ تعالى مكسوف من رؤية؟ انا برضه اتكسف من رؤية. دي رؤية دي زي اختي حبيبي. على فكره بقول لك ايه، طلعت دمها خفيف قوي، خطيره. انا مش عارفه ليه كنت ايه كنت بقول ايه. انا كنت بقول حاجه. ما تتفرج معانا على الفيلم؟ لا اخش انام. طيب هتلاقي البيجامه الزرقاء بتاعتك مكويه ومحطوطه في الدرج التالت على اليمين. وبالمره انا لقيت بس شويه شرابات كده متفركشين ومتنعكشين، جوزتهم لبعض. ازاي توغلتي في البيت كده؟ ازاي بقى احنا مش راشين الاسبوع اللي فات؟ الحاجات دي عرفتيها امتى؟ وعشرة العمر دي حصلت امتى وازاي؟ بص عليك يا سجلجل، هي العشرة برضو محتاجة عمر. ما احنا في ناس عشنا معاهم عمر وما رعوش العشرة. طيب انا هستأذن بقى يا سلوم، عشان الظاهر ان انتوا تعبانين وعايزين ترتاحوا. لا يا رؤية خليكي قاعدة، ما يصحش كده. ده ايه اللي ما يصحش؟ انت ازاي توعطيها بالسهولة دي؟ طبعا عملت لها فشار وهي عشان بتموت في كرشها، فقعدت تسف فراحت مبلطة. أنا مش عارفة والله هروح ازاي أصلا دلوقتي، ده الوقت اتأخر جدا. طب أطلب تاكسي؟ لا بقول لك ما تأفوريش، أنت بيتكم 3 دقايق من هنا عادي. بس الوقت متأخر. عندها حق يا جلجل، الوقت فعلا متأخر. وانت روحي ليه؟ ما تبيتي معانا. يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي. سلمى تبات معانا يا سلمى، أنت نسيتي الدنيا. إيه بقى بقول لها الدنيا؟ الدنيا ليلت فما ينفعش تروحي لوحدك يعني. هوصلك. خيرك. طب يلا يلا، عايزك بره. معلش ايدك بس اللي رجليه منمله. انا ليه يا اختي منمله ليه؟ اصل قاعده بقالي كتير. هنكمل الفيلم. ها هنكمل. طب حبيبتي ربنا يستر.